بنوصل ميدان الرماية باخذ السلاح من المخزن، من بعدها يعني بنجهز نفسنا للتدريبات. السلام عليكم. دائما بنجيب من نتدرب للبطولات او المشاركات الخارجيه. طبعا السنه هذه يعني ما عندي اي بطوله في الخارج، لان من بعد الاولمبيات احتاج تقريبا ست شهور او سبع شهور راحه، لكن طبعا ما اقطع التدريب، اكون متواجد هنا. يوم التمرين دائما يعني بصرف بين 500 او 700 طلقة على حسب النفسية وعلى حسب نشاط الجسم. وحتى الرالي بيفيدني للرماية، والرماية بتفيدني للراليات، هو التركيز. هذا يعني حياتي، يعني كلها تمرين في تمرين، ودائما اكون متواجد هنا في الرماية. وطبعا حتى التدريب بعض الساعات اجي، يعني يكون الشباب جايين، شباب صغار، ونحتاج ان ندربهم ونوجههم الطريق الصح. يلا حي حالك. كيف الحال؟ مساك طيب، شلونك؟ ربك طيب. الله يحييك. شلونك؟ مساك طيب. شلون صحتك؟ والله شلونك يا ابو غانم؟ مساك طيب. شلون العيال؟ الله يحييه. ناصر بطل من بدايته، شخص يعطي، يضحي، يبذل جهد، يستمر في المحاولات، إلى الحمد لله أنه قدر يحقق النتائج اللي حققها الآن. طبعاً هي ما جات من فراغ، جات من تعب، من تضحية من قبل ناصر، ضحى بحياته الشخصية، ضحى بحياته الاجتماعية في سبيل أنه يرتفع بقدراته الرياضية، والحمد لله في الرالي وفي الرماية محقق ميداليات ومحقق بطولات ورافع بها اسم بلد قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بضيوفنا الكرام اليوم في هذا الحفل بتكريم الرامي البطل الأولمبي ناصر بن صالح العطية، خلال تكريمه من قبل الاتحاد الدولي بشهادات الرقم العالمي اللي حققها خلال البطولة الآسيوية في قطر. شهادة تكريم دبلومة من الاتحاد الدولي للرامي ناصر العطية لتحقيقها الرقم العالمي 125، وأيضا تحقيقها 25 من 25 في النهائي، وهي تعتبر أكبر شهادة يصدرها الاتحاد الدولي للرماية. وهذا شيء يعني بيفرحني أنا كرياضي، بيحطني في استمرارية وتمرين وتجهيز للمحافل الجاية إن شاء الله.
من بعد رالي ألمانيا توجهنا إلى لبنان اللي هو يعتبر من جولة من جولات بطولة شرق الأوسط. الفوز راح يعزز من فوزنا ببطولة شرق الأوسط. أتمنى إن شاء الله التوفيق. هذا أول تيست لنا بلبنان هنا. كل شيء تمام. البيس مال ألمانيا بدينا فيه. الحين طبعاً راح نغير السسبنشن. راح نعدل بعض الأشياء في النيو سسبنشن عشان إذا حبينا نستخدمه راح نستخدمه. لا راح نرجع لهذا. كثير في التست. عملنا السيت اب للشوارع والطرقات في لبنان. مرتاح اكثر هنا في لبنان لان اعرف الطرقات، اعرف الشوارع، المراحل نفسها كل سنه بنعيدها. ان شاء الله نتمنى الفوز، وهذا هو هدفنا ان شاء الله في الجوله الرابعه من بطوله شرق الاوسط.
تكوين الموضة الفن الذي لا يمكن لأي حد تفادي، فكل ما غيرنا ملابسنا بشذي نكون إحنا داخل إطار وجزء من العملية الإبداعية. عشان كذي مشاهدينا في برنامجنا بنحاول نساعدكم على أساس نتم هذه العملية الإبداعية على أتم وجه، وأيضاً على أساس نكون في تواصل بكل شيء جديد يخص عالم الموضة في قطر. طبعا هنا في لبنان الثقافه الرياضيه وخاصه الموتور سبورت يعني ما شاء الله فاهمين نوع الحدث الرالي، ولي جمهور كثير هنا بلبنان، لان اول خليجي او اول عربي بيجي بلبنان بينافس يعني لبنانيين. كيفك استعملها؟ ادي ايه هون تغري فينك هتغري بعدين؟ والله صار لي انا اسبوع بس طالع على طول على فرنسا عشان تيستنج مال تبع داكار. برافو برافو استعملها هالمرة جيبها بشرفك. ربيهم عم تعملهم مثل شيء. انا بحب اشكر ناصر عطيه انه وجوده معنا بلبنان، هيدا حلو كتير بيدل على براعه من قبله جاي ينافس مع اللبنانيه، وجوده بيناتنا مهم كتير. اكيد نتمنى من البيلوتيه اللبنانيه يعملوا شيء منيح، وبس بدنا نشوف المنافسه كيف رح تطلع. خبره بالسوبر سبيشال ستيج، وكرمال هيك الوحيد اللي عم يستعمل دوليب مي لهالمرحله بالذات. دوليب مي يعني فاجئنا نحن، قال لي ايه لان نحن مجربينها هالشغله، حاطين دوليب مي فيها جريب اكثر. كرمال هيك يعني برايه هو انه لازم يكون اسرع بثلاث اربع ثواني، خلينا ننتظر ونشوف. اسرع من روجيه بثلاث اربع ثواني. ناصر تلقى لا يطلع من المنعطف القريب علينا هون على الشمال القريب على البلاتو. هيدا كتير ضيق ما تنسى خالد، نحن هون مع المراحل ما عملناهم الا امبارح عشية مرة بالسيارة عادية، كرمال هيك النوتات ما رح يكونوا 100% اكيوريت. اول رن بكون دوليب شوي بدنا ناخذ ونعطي تقريبا اكثر، ثاني رن نرجع ندعس اكثر. بس ناصر بعتقد الجامبل او الرهان اللي عمله على دوليب المي بعتقد كاول لفه كثير منيحه، هلا بدنا نشوف هول فيهم عمل سيء انه يمكن بيحموا بسرعه بصيروا يضروا اكثر لبعدين، بس المسافه قصيره ضاده يعني 100%، بس هيك الزفت عم يلقط منيح. بس سو فار سوبر هيدا ناصر سوبر، يعني هذا البطل العالم اللي احنا بنعرفه، هذا اكيد بنفتخر فيه كلنا. برجع بقول لك بعتقد رح تكون كثير قريبه بينه وبين روجي. ناصر
ناصر العطية، جيوفاني برناكيني بالمركز الأول. يعني thank for everybody، حق الجمهور الكل، وإن شاء الله يعني نشوفهم بكرة إن شاء الله. أكيد أكيد. ناصر، ناصر صالح العطية الصديق الكبير للبنان يلي عم يعمل نتيجة ممتازة. التعب كله طار يعني من المرحلة. الحمد لله يعني فزنا بالمرحلة الاستعراضية 3 كيلو، خذنا ثانيتين. أنا جدا مبسوط، وإن شاء الله بكرة يعني يكون الرالي مناسب لنا، المراحل راح تكون سريعة لكن الرالي طويل، وإن شاء الله نتمنى التوفيق والفوز في هذا الرالي إن شاء الله. بارك فيرمي هي الموقف المغلق للسيارات، هدفه كتير هين انه نزلوا بالسيارات فيه بدون ما يكون حدا حدهم، يعني البايلوت والكوبايلوت بفوتوا بصفوا السيارات بيطلعوا لبرا. السيارات مثلا اذا بدها شغل في عندك السيرفيس زون بتظهر بتظبط فيها، هيدي بس للزرابة، الا بحالة وحدة في حال الإزاز الإدماني مكسور بينطلب إذن من سكروتينيرينج وبيجي بيتغير بوجود جماعة سكروتينيرينج. إنه ما ينلعب بالسيارات خلال وقفتهم بالموقف الخاص اللي هو مخصص لأنه هو البارك فيرمي. كل الكومبيتيتورز متساويين بالوقت مشان السيرفيس، يعني بتضرب سيارتك مثلاً، ناصر كان عنده هالبروبليم الصغير الضربة من تحت، ممنوع يغير شيء، بيفوت مثله مثل غيره على البارك فيرمي، عنده 15 دقيقة بيطلع فيهم بيصلح مثله مثل غيره، يعني ما بياخد أدفانتج على غيره، بزيت الوقت غيره كمان بالميل الثاني ما بياخد أدفانتج. ناصر كشخص زلمة رائع، من سنتين أنا بدي أقول إكسبيرينس صارت هون برالي لبنان، كان ناصر بالمبدأ هو الربحان. آخر 3 مراحل مرحلة منهم عمل سورتي صغيرة وروح دولابه تأخر دقيقة ونص وصل تاني. صدقني بينه وبين الأول، الأول فايت مبسوط وعم بيهيس ومرتاح، وناصر فايت مبسوط ومبسوط ومرتاح وعم بيسلم على الكل ويقول له مرسي، تشكرنا كلنا بكل يعني بكل هيك مثل ما بيقولوا لزة، مثل ما هو وجهه الحلو. هيدي كتير نحن بنفقدها مش بس بلبنان، بالبلدان العربية كلها بمنطقة الشرق، لأنه هالروح الرياضية كتير قليل وجودها، وفعلا هو هيدي نعمة عنده إياها. Normally people doesn't know exactly what the co-driver is reading and is saying during the super special, and sometimes it looks like saying something that no sense, but now I will try to explain a little bit more exactly what we are saying and we are talking in during the stage. We normally the pace note are numbers that description not the like more, many people thinks the gearbox or the fast of the road, but just the corner of the road. I'm going to come to the corner. Let's go by the
just cut narrow shot. What a day. We, me and Nasser, using numbers from 1 to 6, and it means that the number one, like left or right number one, is the fastest corner for us, until the 6th corner, that of course is the slowest. And also we have also the hairpin. 150, late hairpin left, late hairpin left. 2 seconds slower. Sometimes we have just the distance, like in meters, and I can say 50 meters, just 50, 70, 100 if the distance is longer. Even also we can use a shorter connection, like into or end. That it means that there is even less than 20 meters. 70, like before I say, is the first distance. Then we arrive in the long left one over 70. It means that it is very long corner. My work is to say this corner, but you use sometimes emphatic, because I have to call this corner, because it should be very dangerous. You can imagine, if we arrive from very fast section, left one, right one, left two, and then we arrive in left five, it means that it should be very dangerous, and Nasser, or the driver, has to brake a lot. Left five, left on cut. 60. Right three short, over crest. Flight finish, 100. Stop. One of the... also our secret is that try to feel also the car, the movement of the car by our body. Stay right over crest, left one, 80. Left one, 80. 40, left four, sharp. I can close my eyes and I feel the car, how it's moving, if it's running right or left. So if I cannot watch the outside because it's too fast the section and I have to read notes by notes, sometimes I just feeling the roads by my body. It's not easy, of course you have to make experience and make practice for this, but it's one of the our secret. الشيخ محمد بن عبد الله الثاني من قطر، رهم حرق من السعودية، رائد زيدان من فلسطين، مسعود محمد من إيران. ظروف قاسية تدفع بالجسم البشري إلى تخطي حدود إمكاناته. اختارت مجموعة من المتسلقين العرب مواجهة كل ذلك، والهدف واحد، إيفرست.
اليوم الثاني من الرالي، خلصنا أول ثلاث مراحل اليوم. طبعا هذه كانت إعادة من مراحل أمس، كانت ليلية. اليوم يختلف عن الليل، لأن بتشوف كل شيء بمر عليك، والليل يعني الليل صعب هنا خاصة على طرقات لبنان، لكن الحمد لله خلصنا نص المشوار وباقي بكرة، وإن شاء الله نتمنى جميع السائقين يوصلون بالسلامة، واللي يفوز يفوز، واللي أهم شيء الوصول بالسلامة إن شاء الله، أهم شيء نربح دادو. صباح الخير، يعطيكم العافية. طبعا اليوم آخر يوم من الرالي، ثلاث مراحل إعادة. اليوم راح اليوم يكون يوم طويل، يوم صعب. إن شاء الله الاستراتيجية راح نضغط، نحاول أن نغلص الفارق، وإن شاء الله نتمنى الفوز. ما في حدا وراك ولا مستعجل، عربة الثاني جدا ممتاز، قربنا بالفوز لبطولة شرق الأوسط. نحتاج 8 نقاط الحين في قبرص للفوز بالبطولة. أكيد جماهيرية كتير كبيرة لناصر العطية بلبنان ببيته الثاني. ناصر بالمركز الثاني. ميز الرزيب.
قلب الجروب ان هذه لبنان. طبعا الجوله الخامسه راح تكون في قبرص من بطوله الشرق الاوسط. تابعونا. حالك الله يسلمك. شلونك؟ سالم مبارك. الله يسلمك. الله يسلمك.